جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب طالب للصف الخامس الابتدائي English for Iraq with the Primary Pupil Book page 18 and page 19 from unit 1 lesson 7 من الوحدة الأولى الدرس السابع. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات وهذا زر لايك دعم الفيديو ودعم القناة. طبعا مثل ما تشوفون عندنا درس جديد لهذا اليوم بعنوان Check My Understanding. Check my understanding. Check فهمي أو check استيعابي للموضوع. طبعا هذا التمرين راح يكون يتعلق بالدرس السابق اللي هو كان حول جاك وتامري. هذا الدرس قلت لكم مهم جدا، يجيكم بالامتحان الشهري، راح يجيكم على شكل هاي النقاط، تجاوبون بيس أو نو. عندنا يقول لنا read the country information file again and tick yes or no. طبعا طلعوا الدرس السابق، شغلوا الفيديو السابق او راجعوا الدرس السابق حتى يكون عندكم فهم او مراجعة للدرس حتى تعرفون الاجوبة الصحيحة لهذا التمرين. عندنا number one يقول لنا Jake is French. Jake is French. Jake هو فرنسي. Jake is French. Yes or no. Yes or no. طبعا no. ليش؟ لأن Jake from England. From England. He is English. هو إنجليزي. فأكيد مو French. تمام؟ إذا no. Number two. The capital of India is Mumbai. The capital of India is Mumbai. عاصمة الهند هي Mumbai. أيضا هذا الشيء خاطئ. ليش؟ لأن Mumbai هي the biggest city. لكن capital city هي من هي New Delhi. New دالهي. إذا راح تكون عندنا نايا خطأ. Number three. The London Eye is a big wheel. The London Eye is a big wheel. عين لندن هو عجلة كبيرة. بالفعل London Eye هو عبارة عن عجلة كبيرة لأن هو ديلاب هواء. إذا راح تكون yes. عندنا number four. The Taj Mahal is a famous place in London. Taj Mahal. يقول لنا مكان مشهور في لندن. Yes or no. طبعا no. ليش؟ لأن famous place in India. مكان مشهور وين؟ بالهند. Number five. Tanvi is Indian. Tanvi هي هندية. Is Indian. أكيد yes. هتكون yes. Number six. Raya is Tanvi's best friend. رايا is Tanvi's best friend. يقول لنا رايا هي صديقة تامبي المفضلة. رايا is Tanvi's best friend. أكيد هنا راح تكون yes. لأن كانت ماخذ صورة وياها وكانت on the right على اليمين. عندنا number 7. Mumbai is bigger than New Delhi. Mumbai is bigger than New Delhi. أكيد yes. ليش؟ لأن البيجست سيتي ان انديا هي شنية؟ مومباي. لكن الكابيتال سيتي از نيو دلهي. سو مومباي از بيج مومباي از بيجر ذان نيو دلهي. اذا مومباي هي اكبر من نيو دلهي. نمبر 8. تاور بريدج از ان فيري اولد. تاور بريدج از ان فيري اولد. جسر البريدج هو يقول لنا مو كلش قديم. isn't very old. طبعا هذا الشيء مو صحيح. ليش؟ because it is very 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 old. لأن هو جدا قديم. إذا هنا راح تكون خطأ لأن هو قديم. تمام؟ إذا هاي هي الأجوبة الصحيحة لهذا التمرين. Jack is French. No. The capital of India is Mumbai. No. The London Eye is a big wheel. Yes. The Taj Mahal is a famous place in London. No. Tanvi is Indian. Yes. Raya Tanvi is Tanvi's best friend. Yes. Mumbai is bigger than New Delhi. Yes. While Tower Bridge isn't very old. No. تمام. هذا هو الحل الصحيح لهذا التمرين. قبل ناخذ اللي بعده اللي أعرفكم على الاتجاهات. تمام. عندنا الاتجاهات North شمال. North شمال. South جنوب.
south جنوب east شرق west غرب east شرق west غرب. طبعا اللي يكون ما بين الجنوب والغرب نسميه south west، اما بين الجنوب والشرق نسميه south east. اما north والغرب north west، والnorth والشرق الشمال والشرق north east. تمام، الما بيناتين نذكر north او south ونحدد الاتجاه غربا او شرقا. تمام، نذكر شمال او جنوب ومن بعدها نحدد الشرق او الغرب، الغرب او الشرق. تمام، البيناتين يكون بهذا الشكل south west south east north east north west. اما اذا كان شمال north جنوب south شرق east غرب west. الاتجاهات مهمة جدا، اريدكم تحفظوها تكتبوها بالدفتر وتكرروها اكثر من مرة تحفظون املائها، لان جدا جدا مهمة. راح نشوف ليش ذكرنا الاتجاهات. عندنا information file، information file فايل معلومات. عندنا الكانتري من هي؟ لبنان، كانتري لبنان، اذا لبنان عندنا. where وين صايرة؟ western asia، western asia، اذا صاير western asia غرب اسيا. تمام، western asia. الكابيتال، كابيتال اوف لبنان شنو هي؟ بيروت. كابيتال اوف لبنان بيروت. اللانجويجز، اللغات اللي يتحدثوها بلبنان هي شنو هي؟ عربيك فرنش انجلش، عربيك فرنش انجلش، العربية والفرنسية والانجليزية، عربيك فرنش انجلش. interesting facts، حقائق مثيرة اهتمام. لبنان has 225 kilometers of sea coastline. عندها لبنان 225 كيلومتر من الحدود البحرية. The cedar tree is the symbol of Lebanon. The cedar tree is the symbol of Lebanon. شجرة الأرز هي الشعار أو الرمز لدولة لبنان. تمام، إذن cedar tree is the symbol of Lebanon. كانت عندنا India tiger، إنديا كان عندنا تايجر هو سيمبل اوف انديا. تمام، لكن بالنسبة للبنان شنو؟ سيدر تري، ذا سيدر تري از ذا سيمبل اوف لبنان. تمام، عندنا هسه اسئلة حول ما اخذناه. عندنا نمبر 1 يقول لنا ذا كابيتال اوف لبنان شنو هي؟ از بيروت. نمبر 2 ذا لبني، لبنيز بيبل سبيك، الشعب اللبناني شو يتكلم؟ Arabic, French and English. Arabic, French and English. عربية، فرنسية واللغة الإنجليزية. لبنان has of sea coastline. عندهم شنو من الحدود البحرية؟ 225 kilometers of sea coastline. Number 4. The symbol of Lebanon. شعار لبنان أو لبنان شنو هو؟ is the cedar tree. إذن the capital of Lebanon is Beirut. The Lebanese people speak Arabic, French and English. Lebanon has 225 kilometers of sea coastline. The symbol of Lebanon is the cedar tree. تمام، هذا هو الحل الصحيح، مهم جدا تحفظوه، يجيكم أيضا عليه أسئلة بالامتحان. ننتقل إلى صفحة 19 من كتاب الطالب. عندنا listen and read about Iraq، اسمع وأقرأ حول العراق. هنا راح نسمع مقطع صوتي يتكلم به عن العراق، دولة العراق، عن معالم مشهورة، عن أماكن، عن مكان العراق في دولة آسيا إلى آخره. خلينا نسمع مقطع صوتي وبعدها راح نقرأ ونترجم ما موجود بهذه القطعة، مهمة جدا، تجيكم بالامتحانات شهرية، تجيكم بالامتحانات شفهية، أيضا تجيكم أسئلة عليها بسؤال الإصغاء. لذلك مهم جدا أن تنتبهون، تركزون، تحفظون هاي القطعة. خلينا نسمع المقطع الصوتي. Track 13 Unit 1 Lesson 7 Listen and read about Iraq. Iraq is a country in Southwest Asia.
The capital is Baghdad. There are high mountains in the north, and there are two very famous rivers, the Tigris and Euphrates. In Iraq, people speak Arabic and Kurdish. The Iraqi flag is red, white, and black, with green Arabic writing, Allahu Akbar, God is the greatest, in the middle. There are lots of interesting places to see, like Babylon, the marshes, Malwiya Minaret, the Zagros Mountains, and Baikal Waterfall. نعم، مثل ما سمعتوا المقطع الصوتي اللي يتكلم به عن العراق، بس راح أقرأ ما موجود عندنا وراح أترجم. يقول إن Iraq is a country in southwest Asia. Iraq is a country in southwest Asia. Southwest يعني جنوب غرب. جنوب غرب شنو؟ Asia اللي هي آسيا. العراق إذن دولة جنوب غرب آسيا. The capital is Baghdad, العاصمة بغداد. There are high mountains in the north and there are two very famous rivers. يقول إن there are high mountains, أكو جبال عالية. When? In the north, يعني في الشمال. And there are two very famous rivers, وأكو نهرين مشهورات. The Tigris and Euphrates, دجلة والفرات. In Iraq, في العراق, people speak Arabic and Kurdish. يتكلمون العربية والكردية. The Iraqi flag is red. العلم العراقي أحمر. White, أبيض. And black, وأسود. With green Arabic writing, الله أكبر. مع الكتابة باللغة العربية اللي هي الله أكبر. God is the greatest. معناها الإله الأعظم. In the middle. There are lots of interesting places. أكو الكثير من الأماكن مثيرة اهتمام. To see like Babylon. لرؤيتها مثل بابل. The marshes. الأهوار. ملوية منارات. منارة الملوية. The Zagros Mountains. جبال زاغروس. And Baikal Waterfall. وشلال بيخال. تمام. هذا ما عندنا حول العراق. وحقها مرة أخيرة بسرعة. Iraq is a country in southwest Asia. The capital is Baghdad. There are high mountains in the north. And there are two very famous rivers, the Tigris and Euphrates. In Iraq, people speak Arabic and Kurdish. The Iraqi flag is red, white, and black with green Arabic writing, Allahu Akbar. God is the greatest. In the middle, في المنتصف. There are lots of interesting places to see, like Babylon, the marshes, Malwiya Minaret, and the Zagros Mountains and Baikal Waterfall. هسه عندنا information file اللي هو فايل معلومات عن العراق. Country, الدولة شنو هي؟ Iraq. Where, وين صايرة؟ Southwest Asia. Capital, Baghdad. Languages, Arabic and Kurdish. Some interesting places, أماكن مثيرة اهتمام. Babylon, the marshes, Malwiya Minaret, the Zagros Mountains, and Baikal Waterfall. هذا ما عندنا حول العراق، مهم جدا، ركزوا عليه. لازم تفهمون الموضوع، تعلمون القراءة بالشكل الصحيح حتى تضبطون هذا الموضوع. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، أتمنى تكون استفاديتوا. أي سؤال أو استفسار اكتبوا أسفل التعليقات. نكون وصلنا لنهاية درسنا، إلى اللقاء في درس آخر.